هذه القناة نشارككم تجربتنا في عالم الدواجن وترجمناها في عدة حلقات لنفيد ونستفيد. فلا تنسوا الاشتراك معنا في قناتنا ودعمنا والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما نتوصل إليه من تجاربنا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة لكل متتبعي قناة دواجن أبو علي، حياكم الله جميعا. اشتريت دجاجة من السوق لكن اشتريتها مكسورة، فهذا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. نعم، اشتريتها مكسورة من رجل واحدة وأردت أن أعالج كسرها بطريقة تقليدية وطبيعية كما يفعل أهل البوادي مع دجاجهم وطيورهم. وكما تشاهدون أن هذا هو مكان الكسر منتفخ، وأثناء التحريك أحس أن العظم مكسور. فالطريقة جد سهلة، سأترككم مع التسجيل الكامل لهذه الطريقة، فنلتقي في الختام بإذن الله تعالى. فرجة ممتعة. خدام زين، تقدر تحس بحرشي شوية. سير فوق شي شوية. شديت من جنوب، شديت من جوج.
وبعد علاجها لابد من وضعها في مكان آمن بعيد عن باقي القطيع حتى تتعافى، وقدم لها طعاما جيدا ويكون غني بالكالسيوم. وإذا وجدت حبوب الدخن أو كما نسميه في المغرب حبوب إيلان، فلا أدري ماذا يسمونه في باقي البلدان، لهذا نحن نسميه إيلان، فهذه الحبوب تساعد لهشاشة العظام والكسر واستعمال بشري، ويصلح أيضا للحيوانات. بهذا نكون قد أنهينا حلقتنا لهذا اليوم. أرجو أن أكون قد وفقت في إيصال المعلومة، وكما أقول دائما أن مشروع تربية الدواجن سهل إذا تركناه على طبيعته. فشكر الله لكم حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ونشر هذه المعلومة إذا رأيتها ستفيد غيرك، وليصلكم كل ما هو جديد للقناة ففعلوا زر الجرس. فشكر الله لكم مرة أخرى، ونفعنا الله وإياكم، وغفر الله لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.